السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم طلابي طالباتي في قناتي باب الأمل تيوب. اليوم هنتعرفوا على حاجة وهي التغيير. Oh my God، التغيير، هذا التغيير اللي يخوف كامل الناس أو كامل الشخصيات أو كامل البشر بشكل عام. احنا حابين نتغيروا، اسكو التغيير حاجة مليحة ولا حاجة غير مليحة؟ كما نخافوا منه وكما نخافوا انه احنا ناخذوا التغيير بفكره سلبيه، انه التغيير هو التغيير الأسوأ. مثلا يجي عندك شخص يقول لك تغيرتي او شخصيتك تغيرت او انت ما كنتيش كيما هكا، تغيرتي تماما. هذا الكلام يخوفنا بزاف ونخافوا انه الناس ياخذوا علينا نظره مش مليحه في التغيير، ولا كيقولون هذا الشيء اثر علينا بزاف ونبقاو نخمو ونقولوا صح احنا تغيرنا وعليه تغيرنا، بصح احنا ما على بالناش واش يعني التغيير، اسكو التغيير مليح ولا نو، واش مفهوم التغيير. هتعرفوا عليه اليوم ان شاء الله. ما تنساوش فقط انكم ديروا لي جيم كومونتير وشير كامل الناس تعرفوهم باش يستفادوا ايضا معانا، ولكن عندهم بروبليم مع هاد الكلمه يغيروا وجهه النظر تاعهم، تغيروا وجهه النظر تاعهم في هاد الكلمه ويتعلموا معانا الى اخره. وما تنساوش ابوني في لاشين تنضموا لعائلتنا وتكبر اكثر بكم انتم طلابي. نبداو على بركه الله. التغيير، التغيير هو واحد يتغير، يعني شخصيته تتغير، يعني الحوايج اللي كان يشتيها ما يبقاش يشتيها كما كان قبل، الحوايج اللي كان ما يحبهاش ما يبقاش ما يحبهاش كما كان قبل، موهبته تتبدل، ميولاته تتبدل، روتينه يتبدل. مثلا كان يحب الرسم فجاه يولي ما يحبش الرسم، يحب المطالعه. مثلا كان كينوض الصباح لازم يشرب القهوه، من بعد يتفكر بلي القهوه تعتبر من المنبهات وتاثر على صحته، من بعد يولي ينحي القهوه من روتينه، يولي مثلا يشرب عصير بدل القهوه او ياكل فواكه بدل القهوه. مثلا يكون هو جامي قرا كتاب، جامي في حياته يولي يشري كتب، يولي يميل قراءة الكتب. مثلا يكون مثلا شخص انطوائي، يولي يدير علاقات بزاف مع الناس ويتعامل مع الناس بزاف. مثلا شخص كان يحب التعليم يتغير، يولي يحب الهندسة و و و و بون. كاين تغيير حالتين، اثنين حالات، اما تغيير للايجابي اما تغيير للسلبي. يعني مثلا واحد كان ياكل فواكه، ياكل خضر، يشرب عصير، و فجاه يولي يحب الكولا، فجاه يولي يشرب القهوه بشكل غير طبيعي، مدمن القهوه، فجاه يولي يدخن، يشوف اصدقائه اللي معاه صاي يولي يدخن. كان يقرا كتب يولي يمل من الكتب، يولي بدل ما يقرا كتب راح يقعد مع اصحابه، يقول لك انسان اكثر يضيع وقت بزاف. سو مثلا كان صاحب شخصية قوية، فجاه نسمع انتقادات وسمع كلام جارح، شخصيته القوية تدمرت، ولا شخص انطوائي وحيد. فهمتوا كيفاش؟ يعني تغيير الى وجهين، والانسان الطبيعي يتغير. والعلماء واش قالوا؟ قالوا بلي اي انسان على وجه الارض يتغير، ما كاين انسان عنده روتين حياته للابد. الروتين يتغير وكل واحد منا تولي عنده اولوياته، والاولويات تتبدل مع مرور الوقت. ممكن انت كنت صغير كانت اولوياتك انك تلعب برا وتلي جو، بعد كبرتي ولا تلات شي باسكاليت تروح تلعب رياضه، بعد كبرت شويه لا تشوي تشري ميكرو تلعب بالتليفون تحضر فيلم، بعد كبرت شويه لا تحب تطالع مطالعات تروح تخدم خدمه معينه، و فهذه كامل تتبدل، اولويات تتبدل، والامور الحياه تتبدل مع عمر. كل ما تكبر كل ما تكبر كل ما تفكيرك يتبدل، كل ما اولوياتك تتبدل، كل ما ميولاتك تتبدل. هذه حاجه ثابته، وهذه حاجه عاديه جدا، اي انسان يتبدل. ما تخافش من التغيير، ولكن خاف من انك تتغير للأسوأ. انك انت مثلا ما كنتيش تصلي صلاتك في وقتها ومن بعد وليتي تصليها في وقتها، هذه حاجه مليحه وتغيرتي للاحسن، خير من انك مثلا كنتي تصلي صلاتك في وقتها ومن بعد فجاه وليتي ما تصليش اصلا. يعني مشيتي في الطريقه اللي تديك اللي بين قوسين. المهم، فالتغيير هي امر طبيعي، والعلماء يقولوا ان لم يوجد تغيير لا يوجد تطور. يعني الانسان لا كان ما تغيرش مستحيل راح يتطور، مستحيل راح يتقدم. التطور لازم تغيير. دوك انت مثلا قاعد ماشي في روتين معين تلقى نفس النتائج، بينما كي تتغير الروتين تاعك تلقى نتائج افضل واحسن ونتائج جديده. ان لم يكن تغيير لا يوجد تجديد، تبقى نفس النتيجه تلحقك. مثلا دوك انت معدل تاعك متوسط، ماشي على رتم معين في الدراسه في المراجعه، تبقى على هذا رتم حياتك كامله وحاب تجيب المعدل الممتاز، كيف ذلك؟ حاجه مستحيله. ولكن كي انت تبدل
طريقة الحفظ اتطور منها، تزيد في ساعات الدراسة، تويت تحل تمارين أكثر، تتبع فيديوهات يوتيوب وتفهم أكثر، تولي تقرأ قراءة جامعية مع أصحابك وتستفيد منهم، راح يطلع المعدل تاعك وراح تتطور لأنك هنا أنت تغيرتي في طريقة المراجعة تاعك تغيرت، صرا تغيير راح يصرى نتائج جديدة، ماشي في سنتي تشديها راح تكون أنت ممتازة. لذلك الناس يقولوا كاينين بزاف ناس يقولك باللي انا حاب نتقدم، بصح هو قاعد يدير في نفس الحوايج. كيفاش تتقدم وانت مازلتي في نفس الحوايج؟ كيف تتقدم وانت مازلت افكارك القديمه ماكلتك؟ كيف تتقدم وانت مازلتي ما تعلمتش حوايج جداد وما طورتيش وروتينك باقي قديم ما تغيرش؟ المجتمع قاعد يتغير، صح لازم حنا نتغيروا معاه ولكن الافضل عادتنا القديمه، لكن كانت مليحة اوكي، بصح كي شعور تتبدل مع الوقت عادي جدا. المهم انا نعرف انا لوين تبدلت، انا نعرف لوين تبدلت، اسكو انا قاعد نرجع للوراء ولا قاعد نتقدم للامام؟ بصح ان كل ما تكبر تتغير، هذه حاجة طبيعية وهذه عند كل شخص منا. كل شخص منا يتبدل في تفكيره، يتبدل في اولوياته، يتبدل في ميولاته، كان يحب هذاك الطعام ولا ما يحبوش يحب طعام اخر، كان طريقة الهضرة تاعو بعد تبدلت، كان عنده اولويات في حاجه معينه ام بعد راح ولا في حاجه معينه واحده اخرى الى اخره. كان يحب اللغه العربيه بعد ولا حاب يتعلم اللغه الانجليزيه ام بعد الفرنسيه ام بعد الاسبانيه ام بعد التركيه فهذه حاجه عاديه جدا. التغيير هو حاجه عاديه جدا وبعد نلقاو نتائج جديده، وافضل يجب علينا التغيير واستبدال روتين جديد وتغيير في الروتين، لانه انت كي تبقى طول حياتك تحب هذيك الحاجه حتى وانت تموت هذه حاجه امبوسيبل، لازم تتغير. وحتى مثلا كان تحسيتي روحك قاعد في نفس النتيجة وما قاعدتش قدم وما قاعدتش تطور، لازم تعاود انت مع حساباتك تقول باللي انا يعني قاعد ندير في نفس الحاجة لازم نغير. مثلا انا كنت نخدم ساعتين في النهار نلقى نتيجة موايا، انا حاب نتطور في النتيجة، حاب نلقى نتيجة افضل واحسن، لازم نولي نضاعف الساعات تاع الشغل تاعي، لازم ما يكونش ساعتين يكونوا 8 سوايع من بعد يوليو 10 سوايع و مثلا انا عندي نقص في مثلا في معلومات معينة، مثلا عندي معلومات ناقصة في بناء مشروع معين لازم نقرا كتب. وفي الاخير حبيت نقول لكم باللي التغيير حاجة مليحة ولكن لازم نتغيروا للاحسن، كنحس رواحنا بلي فعلا تغيرنا، لازم نشوف اسكو حنا ماشيين في الطريق الصح ولا لا. ولكن التغيير هو حاجة عادية جدا، فيقول لك تبدلتي طبعا انا نتغير وراح نزيد نتغير كله اكتر من هيك. وكل ما الانسان يتقدم اكتر في العمر كل ما يكسب خبرات اكتر، وجهة نظر تتبدل، شخصيتك تتبدل، كل شيء فيك حيتغير، ولكن للأحسن والأفضل بتلقى نتائج أحسن وأفضل.